مهمة جدا، لأنه الجمهور العادي ما يفهمش يعني إيه ترميم. ترميم يعني العمل مع الوقت ممكن يبقى غير صالح هندسيا من ناحية الصورة والصوت، فإحنا بنرجع نعيد ترميم الصورة والصوت بحيث تبقى نسخة كأنها بتعرض لأول مرة تاني بنفس الكواليتي بتاعها، بجود كواليتي عشان الجمهور يشوفها بصورة حلوة قوي، وبعدين تبقى موجودة ونحفظها، لأنه مع الزمن الحاجات دي بتقل جودتها.